هو العجل ده راكور معنا يعني لازم يبقى معنا يعني خبط الست وخبطني حاجه انت سليم ما لغايه دلوقتي مش طب انا ايه ضمناتي ان ايه ضمناتي ان العجل ده بيخش فيها يعمل فيها نفس الحركه على فكرة والله العيب مش من العجل يعني بيقول لي اربطه في البتاع بص يا جماعة شفت الست دي انا وراها دلوقتي كانوا بيجربوا يعني التجربه فيها وبعدين في بس هو دخل فيا جامد جدا الراجل يعني الراجل دخل مش العجل دخل فيا بس هو العجل اعفى منه بكتير ده دخل فيا اداني دبه في رجلي ده مش العجل واحده في رجلي تمام ده مش العجل لا 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 مش بالعجل طب هي ست اللي تمسك العجل خلي بالك بقى يا ريس يعني لما العجل مش دلوقتي بقول لك دلوقتي يعني العجل ده مش قادر رجاله اتنين رجاله يسيطروا عليه ست اللي هتسيطر عليه لا ريس ما في اتنين هي المفروض ماشيه قدام هما الاتنين ماسكين وهي ماسكه لحد بس ده هما الاتنين اللي ماسكينه دول عايزين اللي يمسكهم ماشي ما هو ريس لو كده هنجيب يعني لو ما ظبطتش هجيب عليهم كتير يا جماعه ليه ده هنا مش عايز صوت خالص بقى الست اللي ماسكه العجل وصلت؟ لا اهو يلا يا ستي انت ايه رايك في الموضوع ده؟ شايفك كده مبسوط ما تشوفوا يا جماعه الست دي فين؟ شوف يا عمر طب ما اي حد يا جماعه يمسك هي لازم الست يعني ما اي حد يا جماعه راكور ايه وسيفتي هي خارجه من البيت مسكاه يا سلام يلا يا وسط يلا دور بص من هنا خالص دايرين يا ريس يلا حركه يلا يا جماعه تتحركوا يلا اكشن يا استاذ ايوه اي شمال قلت لك ابعت ايه يا ابني انت عاطف بسرعه من المعروف راح فين راح فين راح فين ايه يا جماعه في ايه ايه يا ابني انت
رمت البتاع وجري. ثانية واحدة، أنت إزاي ما بتخافش من العجل؟ بجد؟ يعني حتى لو أنت جايبينك مثلا مفبركين مقلب معنا ده ما حصلش، أنت إزاي مش خايف من العجل؟ أجي أنا اتعورت. طلعوا بره. أو هاتوا لك الصورة. أنا والله. ده حابب امسك العجل بس. أشهر ذاك الدكتور أشهر ذاك يا جماعة. كل اللوكيشن مخطوط إلا هو. ريهام؟ إلا هو إلا أنت؟ إلا أنت اتعورت. لا بس أنت يا لهوي. اتعورت؟ والله العظيم اتعورت. أقسم بالله اتعورت. أصل ده أنا اللي قلقاني مش العجل، اللي قلقاني اللي ماسكين العجل. بقول لك إيه، إحنا أصلاً جايبين العجل ده نذبحه عشان البرنامج، فقلنا ندخل بيه عليك. بس انت ما تهزتش، انا اللي خايفه طول الحلقه. لا اتهزيت بس على فكره المقلب ده اتعمل فيا انا مش هو. لا انا المقلب بالنسبه لي ان انا كنت مقلب عليك انت. مين الست اللي مش عارف؟ لا بس والله العظيم بجد المقلب ما انحفر حفره اللي اخيه وقع فيها. انا اللي اتعمل فيا المقلب. ما انا اتعورت، انا جاي لك سليم. طب تستلقي يا جماعه، انا اسفه جدا. احنا بنعمل برنامج اسمه قلبك ابيض. وبنشوف الواحد ممكن يتحمل قد ايه، يعني قد ايه ممكن الواحد يبقى قلبه ابيض حتى لو حد غلس عليه، حتى لو حد عمل فيه مقلب، حتى لو فانت قلبك حتى لو عجل، حتى لو انت مش قلبك ابيض، انت قلبك بفته ولا تهز ولا اي حاجه ولا زعق لحد ولا عمل اي حاجه. لا انا بس كنت بجد قلقان لان شايف حركه العجل مريبه شويه. لا انا استغربت، احنا عارفين ان شارع عبد العزيز كل شويه يجيب ضيف شرف، فقلنا نكلمك نقول لك تعالى ضيف شرف شارع عبد العزيز عشان ما تحسش ان الحكايه غريبه. بس ما حسيتش ان العجل غريب في الشط؟ ما حسيت انه غريب واللي ماسكينه اغرب. وبعدين ده جاي بيقول لي اربطه في جاي عايزني اربطه في التطوعه دي. المقلب بتعمل فيا انا والله، يعني بس انا مفيش بجد والله. ده انا كنت ناوي لك على نيه. قلت له الست مين اللي انت جايبها عم بهدلها لي؟ ايه رايك في نيولوك؟ حلو. لا بس قلبك ابيض قوي. كل سنه وانت طيب. ربنا يخليك يا